اي شخص يقوم بالتدريس او التدريب في هذه المؤسسات هذا سن التقاعد ماله 75 سنه، يردون علينا الجامعه، والجامعه مع الاسف متواطئه تقدم كتاب وفقا للقانون القديم بين بان في جامعه الكويت في شيء اسمه عضو هيئه تدريس وفي شيء اسمه مدرس مساعد، بالرغم انه ترى قانون الجامعه ما في شيء اسمه عضو هيئه تدريس، لغى هذا التعبير. التعبير الان اعضاء الهيئه التدريسيه هم الاعضاء الهيئه الاكاديميه والهيئه الاكاديميه المسانده، اثنين من ذوي اعضاء هيئه التدريس، ثم ان عضو الهيئه الاكاديميه المسانده الا يقوم هذا بالتدريس؟ ما يقوم بالتدريس، الا يقوم بالتدريب؟ شو يسوي هذا؟ شنو شغلته هو؟ بالجامعه شو يسوون عندنا ذيل؟ يا يدرس يا يدرب، ما عنده شيء ثاني. صح؟ ومن ثم فان حرمانه بالحجج الواهيه يخالف القانون، وهؤلاء لا يحتاجون اصلا الى قانون جديد. يعني ما نحتاج القانون، القانون واضح وصريح ويشملهم، بدليل انه يشمل الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب بكافه، يعني هم اعضاء الهيئه التدريسيه والتدريبيه، واحنا عندنا اعضاء هيئه تدريسيه وتدريبيه. هل تعلمون ان الجامعه يسوون فرق عمل؟ فرق عمل يقومون فيها اداريين لا سيما بالشؤون الماليه مثلا، زين، فرق عمل، فرق العمل بالمقابل يصير مبالغ إضافية، عبء إضافي. أول ما يخلص فريق العمل اليوم باكر عقب باكر بالكثير يصرفوا لهم اللي هو المكافأة المالية. أعضاء الهيئة التدريسية درسوا الفصل الدراسي الأول كله، زين، والآن ما استلموا اللي هو العبء الإضافي لهم، خلص الكورس وصارت العطلة، خلصت العطلة والفصل الدراسي الثاني بدأ ومستمر وربع خلاص، ولا الان ما استلموا حقوقهم. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ان اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه؟ اليس يعني من باب حقوق الانسان، من باب يعني الحق بشكل عام، ان انا اعطي الشخص هذا حقوق الماليه عن اعمال قام فيها.